شو اللي عم طلع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا هلا؟ ماما بس تكبري تفهمي، هلا كلي فوتي نامي. بسم الله شو هذا؟ خي ها؟ اهلا وسهلا والله. نعم، شو بدك؟ بدي بنتي. هلا بدك تشوف ابو الدنيا نص ليل؟ والله حر، اشتقت لها. ايه نايمة؟ لا ماني نايمة ماما. هبة رجعي على تختك. منيح انه نايمة، لأنه في كلمتين بدي أحكيهم معك وما بدي إياها تسمعني، لأنه بضل طفلة هي. تفضل احكي. قال كلمة نظيفة أحسن من جريدة وسخة، وأنا بصراحة ومن الأخير يعني ونهايته فكرت كتير بالموضوع. إيه وأنا موضوع هاد؟ أنا من عندي سامحتك ورح رجعك لعصمتي، بس بشرط ما تعمل فيه مثل أول. فلذلك يلا السريع ضب اغراضك وتعي. ايه شو مفكرني لعبة عندك انا؟ ساعة بدك تطلقني وساعة بدك تتجوزني وساعة بدك ترجعني. لك حل عني، حل عني بقى. اف اهلا بخواجة. حي الله يا خواجة، تفضل. يعطيكم العافية يا شباب. اهلين اهلين يا خواجة. كيف هالشغل يا امين؟ والله انا مالي حكي، هلا بيجي المهندس بيقرر وبيقول لك. تعرف شو؟ انت ما ناقصك شيء بهالدنيا الا شوية زعبرة ونفاق. شو بتقصد خواجة؟ انت بالذات بتعرف شو قصدي. خواجة الله يخلي لي اياك لا تعطلنا العمال. يعني لا بتخلينا نشتغل اوفر تايم ولا عادي تايم، ايمتى بدنا نشتغل؟ عادي تايم؟ بتعرف ليه انا ما بستغني عنك؟ ليش بالله؟ لانك ما بس امين مثل اسمك، لاني انا متاكد انك اليوم حتخلص الواجهه كلها هاي. يو تكرم عينك، تكرم عينك خواجه. ماشي، هيدا الشغل قدامك مثل البحر. فرجيني مهارتك بالغطس يا شاطر لتروح عند خطيبتك بسرعه، والمسا راجع ومنشوف. شوفك العصر خواجه. نعم يا امين. يعني بعد اذنك لو تعطيني يومين إجازة. لا يومين ولا ثلاث أيام، خلص ورشتك وروح محل ما بدك. طب الله يوفقك، يوم واحد ولا يوم؟ كأنك اشتقت لخطيبتك. خلص شغلك وروح محل ما بدك. تفضل تفضل تفضل. ألو، مين معي بالزغرة؟ بعد لك 600 حبة ما شاء الله نسيتيني؟ أروى أنا أروى. لك عرفتك لك حبة كيفك؟ هل منيحة؟ أبي بدي رجعي. لا ترجعي، خلي جوزك يتربى بالأول. ما بقدر، أبي قال لي رجعة أو القبر. يا علينا، أبوكي ما عنده تهديد غير هذا القبر. قلي له هالقبر وخلصينا بقى. قلت له القبر؟ إيه شو قال لي؟ ما قال شي، سلخني كفين وبعتني لعند نزار. ونزار شو قال لي؟ ما قال شي، سلخني محاضرة وبعتني لعند أمي. حلو، شو قالت لك؟ ما قال شي، ما قالت شي. سلختني محاضرة عن أهمية الصهر وفوائده، أصلا أمي طلعت متآمرة معه على كل العيلة. لا بقى، الصراحة مو هين علي قلك إنه لازم تشغلي عقلك. شو يعني؟ شو بيعرفني شلون؟ هذا عقلك ولا عقلي؟ ليكي، أنا إجاني زباين، برجع بحكي معك بعدين، باي.